عزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي من مقر إقامة الأهلي أو فندق الإقامة الخاص بالفريق قبل مباراة اليوم الساعة 9 أمام بتروجيت في نص نهائي كأس مصر القديم. يا فاروق مساء الخير. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومتابعي برنامج الترند في كل مكان. أهلا بك يا فاروق، طمنا على آخر الاستعدادات والترتيبات بخصوص الفرق قبل ماتش اليوم. يعني خليني اقول لك يا امير، طبعا المباراه الاولى طبعا لمستر ريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون، طبعا هذه المباراه مواجهه الاهلي وفريق بتروجيت في الدور نصف النهائي لكاس مصر البطوله النسخه القديمه او الكاس القديم اللفظ طبعا المعتاد. تقدر تقول يا امير يعني عايزين نقف عند محطات كتير. المستر ريكاردو سواريش وجهازه المعاون، يعني قبل ما ادخل معاك على كواليس اليوم النهارده، خلينا نتكلم على الكواليس في اخر 48 ساعه. يعني كان من المفترض يا امير ان بالامس طبعا زي ما يعني الجميع تابع المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني للنادي الاهلي، في سلوك وامر متبع داخل النادي الاهلي بيدل طبعا على قيمه النادي الاهلي والمنظومه اللي بتدار داخل النادي الاهلي. الامر اللي يعني لقى استحسان طبعا المدير الفني وجهازه المعاون، وعارف هو يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارف يعني ايه قيمه جماهيره. وانا معاك جدا يا امير طبعا ان جمهور النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي هي هتكون حائط صد اول طبعا للجهاز الفني وللاعبين طبعا لكافه الامور اللي بتثار لو في تهكم او طبعا نقد للجهاز الفني. ده الناس ابتدتها بدري بدري قوي يا فاروق، يعني الراجل جه قال كلمتين في المؤتمر الصحفي وجه بس تيشرت الاهلي وعملوها حكايه وعملوها قصه، و ايه يا عم الاوفر ده، وايه اللي يا عم اللي انت بتعمله ده، وكلام من ده، وهجوم بقى مستمر، والاهلي اتعاقد مع سيفي ضعيف، وايه المسؤولين في النادي الاهلي اللي بيعملوه ده، وجابوا مدرب تعبان. هو الراجل لحق يا جماعه تشوفوه حتى؟ في حاجه غريبه، لازم يكون في رد على كل الامور اللي زي دي ما نقفش عنها، ولازم يكون في حمايه للراجل والجهاز الفني عشان يعرفوا يشتغلوا باذن الله، رغم ان هو الراجل نفسه عارف الضغوط اللي هتبقى عليه والهجوم اللي هيبقى عليه، بس ده دورنا برضه هنقوم بيه طبعا. بالظبط يا امير، وانا متفق معاك تماما، لكن انا عايز انقل لك نقطه مهمه جدا يا امير في هذا السياق برضو. يعني انا عايز اقول لك ان مستر ريكاردو سواريش كان من المفترض ان هو يتولى القياده الفنيه او يكون اول مره لي كان المران امس اللي عقب المؤتمر الصحفي، ولكن ان هو سبق لهذا الامر وتولى قاد المران اللي كان اول امس يوم الخميس. وانا كنت موجود في ارض الملعب يا امير، وشفت يعني الجهاز الفني والراجل بنفسه يا امير وقف اعاد تخطيط الملعب، عمل امور كتير جدا. الناس دي يا امير والجهاز اللي معاه هقول لك تفاصيل ممكن الجماهير هتسمعها لاول مره. الراجل خطط الملعب من اول وجديد، قسم الملعب لاكثر من اربع اجزاء، عمل امور كتير جدا فنيه بنفسه يا امير. يعني عايز اقول لك هو بيشتغل بنفسه، بيوزع الامور بنفسه، بيوزع الوحدات التدريبيه بنفسه الجهاز المعاون. انا عايز اقول لك يا امير بالمناسبه راؤول فاريا مطور الاداء، انا عايز اقف عنده. راؤول فاريا هو عامل بروفايل او مجهز بروفايل خاص بكل لعيبه النادي الاهلي خلال الاربع او الخمس ماتشات اللي اتفرج عليهم مستر ريكاردو سواريش، مجهز ايجابيات وسلبيات كل لاعب، مميزات كل لاعب، الامور اللي محتاجه تطوير، الامور اللي محتاجه معالجه. ده بالمناسبه هو مطور الاداء، وعايز اقف عندها كتير طبعا يا امير. الجميع هيشوفها خلال الفتره القادمه منصب جديد داخل الجهاز الفني النادي الاهلي مطور الاداء. الامور اللي احنا شفناها في التدريب، لا الجهاز جاي يشتغل يا امير، عارف قيمه النادي الاهلي كويس قوي، عارف يعني ايه النادي الاهلي، الصوره المنقوله له على النادي الاهلي، الشغف اللي عنده ان هو عايز يحقق بطولات مع النادي الاهلي، عارف قوه جمهور النادي الاهلي. دي امور انا شفتها او كلنا شفناها في تدريب النادي الاهلي، واقف مع اللاعبين، عارف كل لاعب باني، يعني وقف يعني شفته في لحظات وقف اتكلم مع قفشه بعض الملاحظات قالها له طبعا على مباراه الاهلي وسموحه، ايضا مخطط الاحمال ومحلل الاداء لويس بيدرو لويس بريرا وبيدرو، وقفوا مع طاهر محمد طاهر مع حسين الشحات. اذا هو عارف اللعيبه. هو امير في نقطه مهمه برضو يعني من خلالك بنقولها، ان ريكاردو سواريش منذ بدايه الكلام والحديث معاه على تولي القياده الفنيه للنادي الاهلي، هو سريعا قبل ما يتم الموافقه سواء من النادي الاهلي او منه، هو درس النادي الاهلي وجمع كل التفاصيل على النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي كبير يا امير، اسم النادي الاهلي كبير قوي، فيعني الراجل من بدري بدا ان هو يجهز كل الامور، جاهز
البروفايلات لكل لاعب، امور كلها فنيه. فانا ان شاء الله يا امير بقول لك ان شاء الله احنا متفائلين بالجهاز الفني النهارده. طبعا يا امير احنا موجودين في مقر اقامه الفريق، الروح اللي احنا شايفينها من الجهاز الفني، وعايز اتكلم على لعيبه النادي الاهلي والكابتن سامي والكابتن سيد. تحس ان الجهاز خلاص هو اكنه بقاله سنين مع الجهاز الفني، مع اللاعبين، الروح اللي دايما بتبقى مميزه جدا للنادي الاهلي، اللاعبين واستقبالهم للجهاز الفني، الكابتن سامي والكابتن سيد دورهم مهم جدا طبعا في نقل الصوره والمصداقيه طبعا، ودي امور مهمه جدا بتدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. مستر ريكاردو سواريش طبعا هو يقود النادي الاهلي النهارده فنيا، طبعا الامور كتير جدا يا امير بتقول لك ان ممكن هو ما يقودش، اللي انا باكد لك هو اللي هيقود المباراه، التشكيل بنسبه كبيره جدا يا امير مستر ريكاردو سواريش هو اللي هيحط التشكيل، الامور دي الخاصه طيب. الفنيه اقول لك بقى كواليس اليوم النهارده يا امير. اتفضل يا امير. الفريق يا امير النهارده يعني كانت وجبه الافطار كانت في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 3. عقب وجبه الغداء طبعا كان في جلسات ما بين اللاعبين حراس المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير مع ادواردو لوبو مدرب الحراس المرمى. خلاص كل فرد داخل الجهاز الفني عارف دوره وعارف المسؤوليه الملقاه على عاتقه. احاديث جانبيه طبعا ما بين الجهاز الطبي اللي مستر ريكاردو سواريش بيتابع طبعا مع مخطط الاحمال يا امير بيدرو جيماريش بكل الامور الخاصه بالنواحي الفسيولوجيه باللاعبين مع التنسيق طبعا مع الدكتور احمد ابو عبله، امور كتير جدا في الالتزام في التدريب، الالتزام فيما بعد التدريب، حضور اللعيبه قبل موعد التدريب، كلها امور. الراجل ده يا امير بقول لك بصراحه الجهاز ده جاي يشتغل، الجهاز ده جاي يعني عايز يكتب لنفسه تاريخ مع النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان الامور دي كلها تنعكس على ارض الملعب وان شاء الله يفتح صفحه كبيره جدا مع النادي الاهلي. النهارده يا امير طبعا المحاضره الفنيه لمستر ريكاردو هتكون في تمام الساعه 6:30، ثم التحرك الى ملعب المباراه، ملعب استاد القاهره اللي هيستضيف اللقاء في الساعه 9 باذن الله، تكون مباراه مهمه ومميزه لفريق النادي الاهلي النهارده باذن الله يا امير. ان شاء الله باذن الله. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل